السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أبنائي؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا في أحسن حال. درسنا بمشيئة الله تعالى عن صلاة التطوع، عن صلاة الضحى والليل. نريد أن نعرف أولا يا أبنائي المقصود بصلاة التطوع. التطوع هي الصلوات الغير مفروضة، أي الصلوات المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا أبنائي نتعلم شيئا جديدا عن فضل صلاة التطوع. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة التطوع، فقال صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وسأل ربيعة ابن كعب النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود. وهنا يا أبنائي نتحدث اليوم عن صلاة الضحى أولا ثم صلاة الليل. صلاة الضحى فضلها يا أبنائي، الله سبحانه وتعالى جعل لصلاة الضحى فضلا عظيما وأجرا كبيرا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ عليها إلا أواب. ومعنى أواب يا أبنائي أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان ركعتان يركعهما من الضحى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا هنا على أداء صلاة الضحى، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي صلاة الأوابين، أي الناس التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. حكم صلاة الضحى يا أبنائي: صلاة الضحى نافلة مستحبة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الأمر، حيث قال: لا يحافظ عليها إلا أواب. وقال أيضا في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أي الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، يعني أصلي ركعة واحدة قبل أن أرقد وقبل أن أنام. أما عن وقتها فيبدأ وقت صلاة الضحى يا أبنائي من ارتفاع الشمس إلى الزوال، أي من بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا إلى ما قبل صلاة الظهر. وأقل الركعات في صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها 12 ركعة، يعني يجوز للمسلم أن يصليها ركعتين، 4، 6، 8، 10 إلى أن يشاء، خلاص إلى 8 ركعات، وأفضلها 8 ركعات، وأقلها ركعتان. فصلي ما شئت، 2، 4، 6، 8 كما تشاء. ثانيا صلاة الليل. فضل صلاة الليل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة الليل ويأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بها،
فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. كلمة دأب يعني عادة أو شأن، يعني صلاة الليل من شأن الصالحين. فإنها دأب الصالحين قبلكم، هو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات عباد الرحمن قيام الليل وصلاة التهجد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، أي يقومون في الليل ليؤدوا صلاة الليل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيضا وقتها وكيفيتها: تبدأ صلاة الليل يا أبنائي من بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر، وليس لها عدد معين من الركعات، فيصلي المسلم ما استطاع من الصلاة، صلي كما تشاء، ولكن بشرط أن تصلي ركعتين ركعتين، يعني ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، وهكذا إلى ما شاء الله من الركعات. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة الليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم، ثم ركعتين ثم سلم. وقبل أن تنام عليك بصلاة ركعة واحدة، وهي ركعة الوتر، تنام على وتر.